الشيخ الألباني رحمه الله نأخذ به دائما. السؤال الآخر يسأل عن تصحيحات الألباني، هل يؤخذ بها أم لا؟ وأما السؤال الآخر المتعلق تصحيحات الألباني فهذا في تفصيل. فالطريقة الألباني كطريقة كثير من المتأخرين ومن جمع من علماء القرون الوسطى هي على طريقة المتأخرين في التصحيح والتضعيف، على طريقة ابن الصلاح والخطابي والنووي والعراقي وابن حجر وأمثال هؤلاء. وطريقة المتأخرين في التصحيح تختلف عن طريقة المتقدمين، وذلك يتبين من وجوه. الوجه الأول أن المتقدمين لا يقبلون زيادة الثقة مطلقة ولا يردونها مطلقة، فأحيانا يقبلون وأحيانا يردون. وطريقة المتأخرين قبول الزيادة مطلقة، والكيس منهم الذي لا يقبل الزيادة مطلقة ولكن يغلب جانب القبول، يغلب جانب القبول. الأمر الثاني أن المتأخرين اصطلحوا على أن عنعنة الثقة الموصوف بالتدليس علة في الحديث، فيأتون إلى حديث الحسن البصري وقتادة وبإسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وابن جريج والوليد بن مسلم وأمثال هؤلاء من الثقات، فيردون حديثهم بالعنعنة ما لم يثبت التصريح من وجه آخر، وهذا غلط. فإن الأئمة الأولين لا يعلون حديث الثقة الموصوف بالتدليس بالعنعنة، ولا أعلم عن أحد منهم أنه ضعف حديثا بمجرد العنعنة، وكانوا يفرقون بين التدليس وبين العنعنة. الأمر الثالث أن الأوائل كانوا يشددون في مسألة السماعات ولا يحكمون على الحديث بمجرد النظر في ظاهر الإسناد، وهذا غير موجود عند أغلب المتأخرين. الأمر الرابع أن الأوائل لا يقبلون تفرد الثقة مطلقة، وأحياناً يعلون بتفرد بأصل من الأصول فضلاً عن الصدوق، وهذا غير معروف عند المتأخرين، فينظرون إلى ظاهر الإسناد فهو ثقة عن ثقة فيصححونه، والصدوق الذي هو مقل لا يقبل تفرد بأصل من الأصول. وهذا مذهب كان معنياً به أو معتلاً به عند الأوائل، والأواخر لا يعنون بهذا. الأمر الخامس مسألة الجهالة، الأوائل لا يردون حديثا المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا ويفصلون فيه، فإذا روى عن المجهول ثقة لا يروي عن المجاهيل ولا عن الضعفاء، واستقام مرويه ولم يتفرد بأصل، كان هذا محل قبول عند جماعة منهم. وأما الأواخر فيقسمون الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. فأولا لا أصل لهذا التقسيم، ثانيا الأصل عندهم رد حديث المجهول ما لم يعتضد بغيره، وهذا في نظر،
والكيس منهم من يقول ترتفع جهالته برواية جمع من الثقات، وهذا في نظر، لأن الجمع هؤلاء إذا كان يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل لا ينفعونه بكثرة. والمعول في باب التصحيح والتضعيف على الأئمة الأوائل ومن كان على منهجهم، فقد يتأخر عصر الرجل ويتقدم علمه، وقد يتقدم عصر الرجل ويتأخر علمه. فهذا الإمام ابن حبان وابن عبد البر والبيهقي ليس على طريقة من مضى من الأكابر كأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وابن مهدي والبخاري ومسلم ومثل هؤلاء. وهذا الحافظ ابن رجب والإمام ابن عبد الهادي وإن تأخر عهدهم وهم من علماء القرون الوسطى، إلا أنهم على طريقة يحيى بن سعيد وابن مهدي وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء الأكابر في التصحيح والتضعيف. نعم.